السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الناس ما كيعرفونيش، معكم صفاء مانجر مع لا سوسيتي فوريفر، وحاليا عندي خبرة وتجربة ديال اكثر من سنتين في المجال. بالنسبة للموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم لو باك دو ديماراج ديال اي موزع اللي كيبدا معنا لاكتيفيتي. لو باك دو ديماراج اللي هي مجموعة البداية او باقة البداية اللي فيها واحد المجموعة من المنتوجات اللي هما اللي غنتقاسم معكم اليوم ان شاء الله. فبالتالي غادي نبداو. هذه لاباكتور اللي كتكون تيكونوا جوج، وحده كتكون لداخل وحده كتكون على برا. لاباك ديالكم كتوصلوا به عبر امانة، يعني كيما كنتو لا كوموند ديالكم غادي توصل، تيكون مسدود مزيان باش الكارطون ما تحلش. فوالا فوالا، لاباك كيجي بحال هكدا. كنعاودو نلقاو لاباكتور، وهذا واحد لو بينس بالمناسبه ديال اي موزع كيبدا معنا جديد، كتوصلوا واحد الرساله ديال التهنئه اللي هي عباره على هذا الشكل هذا، فيها هاد لو بينس اللي كنكونوا كنعلقوا في لي زيفينمون ديالنا، وهاد لي بينس هادو كيختلفوا من كراد لكراد. يعني هادو من بين لي زاكسسوار اللي كيوصلوا مع الباك دو ديماراج او باقه البدايه لاي واحد كيبدا بها معنا فوريفر. فكيجيكم ايضا واحد الساشي كبير اللي تقدروا ديروا فيه لي برودوي لي كليون ديالكم. كيجيو دي ساشي صغارين بحال هادو، حتى هما على ود لي كليون، كيكونوا خمسة. كنلقاو ايضا الكتالوج اللي فيه يعني جميع المنتوجات بالاثمنه ديالهم، وكاين ايضا واحد المجله اللي فيها واحد مجموعه ديال المعلومات اللي يعني الا بغيتو تزيدو تعرفوا على الشركه اكثر وكيفاش تقدروا تسيروا المقاولات ديالكم، فبامكانكم انكم يعني تشاهدوا يعني المعلومات اللي كاينه في الداخل ديال هذا الكتاب هذا. دابا غادي ندوز معكم للمنتوجات. بالنسبه للمنتوجات فكيكون عندنا لو ديميلور و لو شامبوان. هذه التركيبة الجديدة ديال ديميلور والشامبوان بالنسبة للناس اللي كيبغيو يعتنيو بالبشرة ديالهم، بالإضافة أيضا للبخاخ اللي هو الألوي فيرست يعني كنستعملو على ود الشعر، بالإضافة أيضا لكخيم ديال جيلي. يعني هادو دابا بربعة سوسون دي غام ديال شوت دو شوفو، الناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر واللي باغيين يحميو الشعر ديالهم وما يغسلوش بمواد اللي هي كيماوية. من بين المنتوجات الاخرى اللي كاينه كاين هذا الصابون السائل اللي هو صابون سائل جديد اللي تزاد فيه واحد التركيبه جديده اللي هي الكوكو، زيت الكوكو وزيت ارغان، كيصلح للناس اللي عندهم مشاكل ديال البشره الحساسه واللي باغيين يعتنيو بالبشره ديالهم بطبيعه الحال، فهو كيدخل في المنتجات ديال النظافه الشخصيه اليوميه. وكاين ايضا بالنسبه للنظافه الشخصيه اليوميه صابونه ديال لافوكادو، حتى هي على ود الغسل ديال الوجه ديالنا وبامكاننا نستعملوها استعمالات متعدده، فنقدروا حتى هي يعني نستعملوها حتى في الحمام اولا ملي نكونوا كندوشوا. بالاضافه لمعجون ديال الاسنان اللي هو لو برايت، معجون اسنان خالي من الفليور اللي كيكونوا في لو باك جوج، يعني هادو صراحه من بين اكثر المنتوجات مبيعا وهو الثاني عالميا من حيث الجوده. ثم ايضا عندنا يعني تتمه ديال النظافه الشخصيه اليوميه، عندنا لي ستيك ديودورون او لا يعني ستيك ديال العرق، يعني كيخلي واحد الريحه زوينه في تحت بيطانا، تيحيد لنا داك السويداد، ما كيسدش لينا المسام، ويعني كنستعملوا حاجات اللي هما طبيعيين لانه بخلاصه الشمع على الشمع ديال النحل والالوفيرا. بالاضافه المعقم، المعقم يعني كان من بين الثقافه ديال فوريفر مش حال هذا، يعني قبل كاع ما تبان كورونا ولكن بانت الاهميه ديالو مؤخرا، يعني كاين معقم واحد. عندنا غنتقلوا دابا للعنايه بالوجه، كنلقاو سانسكرين اللي هي اكرون سولير، كيستعملوها رجال وعيالات يعني اللي باغيين يحميو البشره ديالهم من الاشعه ديال الشمس وايضا من الاشعه فوق البنفسجيه، مكوناتها طبيعيه وهي اللي كنستعمل انا شخصيا دابا 3 سنوات تقريبا وشي حاجه.
كاين ايضا العنايه بالوجه، كاين المرطب اللي غني بالماده ديال الكولاجين والإيلاستين. يعني صراحه كيعجبني هذا بزاف لانه كيجدد خلايا ديال البشره وكيحمي من العلامات التقدم في السن، يعني هذوك لي غيد اولا هذوك الخطوط اللي تيكونوا عندنا في الوجه، فهو ملي كنكونوا كنستعملوه كيرطب لنا الوجه وكيحمينا من هاد الخطوط هادو اللي يقدروا يبانوا لنا مع الوقت، يعني كي مثلا اللي يقدروا يبانوا ليه في السن اللي هو صغير. ايضا العنايه بالوجه، فعندنا الاكسفولياتور. الاكسفولياتور هو واحد المقشر اللي كنحيدو به الطبقه الميته ديال الجلد ديالنا، باش كنحيدو دوك الشوائب وكنحيدو يعني ديجا الجلد الميت، يعني راه ديجا مع التعرض للاشعه ديال الشمس كيوليو كيبانو فينا هذوك لي بوين، ولا هذوك يعني هذوك لي بوين. فاش كنكونو كنستعملو هذا الاكسفولياتور اللي هو مقشر تقريبا كنستعملوه نهار اه نهار لا، فهو كيحيد لنا هذيك الطبقه الميته ديال الجلد باش كيصفي لنا البشره ديالنا. كاين ايضا كاين ايضا هذا اللبس، هذا اللبس هو واحد مرطب ديال الشفاه اللي عنده ادوار متعدده، يعني انا كنستعملو على ود الشفاه، كنستعملو على ود مثلا شي حبه خرجت ليا، كنستعملو على ود الكحوليه ديال تحت العينين مع انتفاخ. المكونات ديالو حتى هو طبيعي اللي هما زيت الجوجوبا والالوافيرا. دابا غادي ننتقلوا للمشاكل ديال المفاصل. فكاين عندنا هذا الهيت لوشن اللي هو مساج للمفاصل وعنده ايضا استعمالات متعدده، من بينها مشاكل ديال ضيق التنفس، مشاكل ديال الروماتيزم، مشاكل ديال مثلا الارواح، مشاكل ديال السخانه، او للناس اللي كيكون كيضرهم راسهم، بمعنى هو واحد مسكن للالام متعدد الاستعمالات. وفي التتمة ديال لاغام ديال المفاصل كاين عندنا الكالسيوم. الكالسيوم فيه المنغنيز، فيه الفير، فيه الحديد، فيه الفيتامين دي. الدور ديالو الاساسي هو تقوية العظام، خصوصا بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل ديال هشاشة العظام، وايضا تقوية ديال الاسنان. يعني مثلا بالنسبه للاسنان نقدروا نستعملوا هو اولوبريت، لوبريت كنغسلوا به، والكالسيوم كنزيدوا نقووا به السنان ديالنا وايضا العظام ديالنا. كتم مثلا المجموعه ديال المفاصل، فعندنا ايضا هذا لو فيديو هذا اللي سميتو الفريدوم. الفريدوم في يعني كيعزز داك السائل اللي تيكون بخصوص الفريدوم، فهو مكمل غذائي اللي عنده علاقه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشاكل ديال المفاصل، وخاصه هذاك السائل اللي كيكون بين العظام ديالنا او هذاك الغضروف، فهو غني باللافيرا وعصير ديال البرتقال وايضا بعض انواع ديال الكبريت باش كيسهل لنا الحركه، فهو غير من الاسم ديالو كيدل على الحريه بمعنى الفريدوم. وهذا صراحة حتى هو من بين الاستعمالات ديالي فقط من اجل الاستهلاك، يعني انا ما عنديش مشكل ديال المفاصل، وانما فقط باش نعرف المذاق ديالو كيفاش داير ونحس بالفيت ديالو ايضا. ثم دابا غادي ننتقلوا للمشاكل ديال الجهاز الهضمي او الراحه اليوميه اللي كنلقاو فيها لو فيتامين سي اللي غني بالفيتامين سي وبالفاكهه ديال باباي، و يعني مجموع مع الخرطال والشوفان باش كنقويو المناعه ديالنا، وايضا كنحاربوا علامات ديال التعب بالنسبه للناس اللي كيكونوا يعني النهار ديالهم عامر بزاف، وحتى هو من بين الاستعمالات ديالي الشخصيه. بالاضافه البيري نكتار، بيري نكتار فيه الالوفيرا مع الخل ديال التفاح والتوت البري، هذا الدور ديالو هو تنقيه المسالك البوليه وايضا الحفاظ على يعني تدفق الدم بشكل طبيعي في الجسم ديالنا، وايضا يعني مفيد بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الخصوبه، ديال البروستات، ديال تنظيم الهرمونات. استعمالات ديالو متعدده، وحتى هو من بين الاستعمالات ديالي الشخصيه. ثم غادي ننتقل معكم الاكتيف بروبي اللي هو مكمل غذائي غني بالبكتيريا البكتيريا الصديقه للجسم، فهو كيحتوي على 6 ديال السلالات من البكتيريا، ومن فوسط هذوك 6 ديال السلالات كاينين 8 ديال الملايير ديال البكتيريا اللي كتساعد الجسم ديالنا من اجل التنقيه ديالو، ومن اجل اننا نحيدو الدهون ونقضيو على الجراثيم المتواجده في الجسم ديالنا. واخر حاجه اللي كتجي في الباك هي البيدو صفر اللي هو عصير الوفيرا المثبت، هذا فيه تقريبا 90% ديال الالوفيرا
يعني لالوفيرا بيور اللي معروف على المنافع ديالها من اجل الصحه وايضا حتى بالنسبه للجمال، فحتى هي من بين الاستعمالات ديالي الشخصيه وهي اللي غنتقاسم معكم اليوم. فانا غادي نبداه مني من جديد، هذه ماشي المره الاولى، ماشي المره الثانيه، ماشي المره الثالثه كنستعمله. فبالتالي انا بالنسبه لي وقت ما كنت باغي نقي الجهاز الهضمي ديالي ومنين كانت تزاد في الوزن، فهو الوحيد اللي كنستعمل. كاين مكملات غذائيه اخرى اللي كنستعملها معاهم، فانا غادي نحاول انني نفتحو امامكم باش تشوفوا معايا. هذا ديال البخاخ، نسيت ما ذكرتوش لكم لان البخاخ يعني كنرشو فكتكون عنده حتى الرشاشه ديالو. دابا كيف قلت لكم غادي ندوز معكم البيدو صفر، يعني غنتقاسم معكم تجربه حيه. نجيبو كويس فوالا، حاولوا نحركوا البيدو صفر شويه، كيكون مسدود من الداخل كيف كتشوفوا على هذا الشكل. هذا بالنسبه للبيدوات، اي واحد باغي تستعملو مثلا فاش كيحلو، فمن الاحسن ان الواحد يديرو في الثلاجه باش ما يفقدش القيمه ديالو ونبقاو محافظين عليه. فوالا، يا بسم الله. كيف كتشوفوا اللون ديال الالوفيرا كيكون هكذا شفاف، يعني هذا هو العصير ديال الالوفيرا. بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل ديال الجهاز الهضمي، اللي باغي ينقص من الكرش، اللي باغي ينقص ايضا من الوزن، وكاينين منتوجات اخرى من اجل يعني التقيه ديال الجسم وايضا انقاص ديال الكرش وديال الوزن. انا هنايا فقط غادي نتقاسم معكم تجربتي مع البيدو صفر بحكم انني ديجا استعملته وكنت نقصت به الوزن ديالي، وحاليا شويه عندي مشاكل في الوزن عاود زادت مره اخرى، فبغيت عاوتاني نرجع نستعمله. وهادشي اللي كاين، غادي نبداو. فوالا، اذا كنشكركم على المشاهده ديالكم. اذا كانت عندكم شي اسئله بخصوص يعني المشروع اولا بخصوص المنتوجات، فبامكانكم تتواصلوا معايا في الخاص اولا عبر الرقم اللي غادي تشوفوا هنايا في لا فيديو، ونضرب لكم موعد اخر في فيديو اخر مع مجموعه اخرى. والسلام عليكم.